انا النهارده يعني واحد يقول لي انت لو كنت منتبه لنفسك كان زمانك بقيت رجل اعمال. قلت لهم كويس قوي، رجال الاعمال بيدفعوا فلوس النهارده عشان يحظوا بجزء من اللي انا بتمتع بيه ببلاش. الناس بتشوفني، تحترمني، بتحبني، سلم عليا. انا رجل اعمال وكسبان كتير جدا 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 من مشواري مع النادي الاهلي، كسبان ان الناس شافتني وادتني مكانتي وتحبني وبحبها. احيانا بينتقدوني بتحملهم لان ده حقهم، زي ما بيعلوني من حقهم ينتقدوني، لكن اسعدوا لي حياتي. انا حياتي عملت فيه اللي انا بحبه، ولو اتكررت الامور مش هغيرها. حتى لو اتيح لي فرصه ان انا ابقى رجل اعمال، وكان عندي الفرصه ان انا اعمل قريه صحيه واتسحبت مني لاني مش متفرغ لها في شرم الشيخ بدري في التسعينات، اول ما اتعينت مدير نادي عملت توكيل لمهندس هناك باعني لاحد المستثمرين. خلاص هقعد اعيط؟ ربنا اداني في حته تانيه مشوار احلى قوي من اللي كنت هعمله. مش ندمان يا استاذ ابراهيم، اعمل الشيء الصح، ربنا والله بيدخل. اولا زي ما قال وليد، الرزق له حجم، مش مكتوب لك تبقى اكتر من كده ولا اقل من كده. بالظبط. يعني انت تيجي تقول ياه لو كنت اشتريت حته الارض دي زي ما قال لي فلان كان زمان كسبت كذا 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 كذا. مش مكتوب لك انك تعمل الملايين دي بالطريقه دي، لكن مكتوب لك ان ربنا يرزقك بالستر والاحترام والقيمه ويدي لك اللي تقدر تحافظ بيه على هذا الكلام، مش اكتر ولا اقل. سعيد جدا سعيد جدا انك انت تتحوكش لحد، سعيد جدا انك انت ما تصرفش الفلوس الزياده دي على صحتك، سعيد جدا. ما انت ممكن كان يبقى عندك، هو مش في واحد بيغير الكبد بمليون جنيه والقلب مش عارف بكام؟ كان ممكن اشتريها قطع غيار بالفلوس مثلا. طب ربنا اداها لك ببلاش، الحمد لله لحد الان ماشيين وبنتكلم وبنتحرك وبنفكر وبنرد وبناكل وبنشرب كل حاجه، الحمد لله. القانع يعرف قيمه الاخلاص. القانع اللي مش قانع مهما ربنا اداله هيفضل يبص ليه ده بغل وليه ده بغل وليه ده بغل. القانع يعرف قيمه الاخلاص. طبعا، ما هو مش هيخليه يغل على حد جنبه ربنا رازقه، بالعكس هيقول ربنا يفرحه ويديله. ما هو عنده اللي مكفيه، مش باصص انه يبقى احسن من كده. ولو بقى احسن من كده هيبوس ايده ووشه وضهره، مش هيقول لا، بس مش هتبقى مبلغ همه. والطامع الحاقد اللي الطامع هيفضل عندي مليون عايز 10، عندي 10 عايز 100، عندي 100 عايز مليار. مليار ايه ده؟ انا عايز ابقى اغنى واحد في مصر، ده عايز ابقى اغنى واحد في اوروبا، عايز اغنى واحد في العالم. يفضل الهاجس ده معذبني معذبني، حاسس ان انا مش بحقق حاجه بكل ده. واللي بعد ما كان عايز يشتري شقه بقى عايز يشتري جزيره. ولو اتاخدت منه هيحس انه خسر الدنيا ويخبط دماغه في الحيط ويرفض المحامي بتاعه، ضيعت الجزيره مني. طب هتعمل لك ايه الجزيره دي؟ ولا حاجه. لانك تقدر تروح تقضي في الجزيره دي بقيه عمرك بفلوسك اكنك صاحبها.